السلام عليكم. فيما يخص الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، كيف تستخدمه في الجزائر ودول عربية أخرى محظورة من دخولها؟ تحتاج 3 أمور: في بي ان، وهاد التطبيق الخاص للحصول على رقم بولندي، وبالتالي الحصول على كود التفعيل، كذلك الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الخدمة. وهذه هي من هنا سنقوم بالدخول. هناك بعض الفيديوهات وضعتها من قبل للوصول إلى هذا المكان، يمكنك العودة إليها ومشاهدتها. أولا، عند التسجيل يمكنك التسجيل بإيميل أو عن طريق حسابك في جوجل أو عن طريق حسابك في مايكروسوفت. قبل ذلك نقوم بالدخول للحصول على رقم قبل تفعيل في بي ان، لان عند تفعيل في بي ان فهذا التطبيق لا يعمل بشكل جيد، كما ان التطبيق هو محظور نوعا ما في عند الذهاب الى بلاي ستور والبحث عن هذا. كما شاهد، this app isn't available on Google Play in your region، فيمكنك الحصول عليه في جوجل، البحث عنه في جوجل تجد التطبيق أو رابط تحت الفيديو في قناة اليوتيوب الخاصة بي. قبل تفعيل نحصل على رقم، أولا هنا نقوم بالذهاب إلى الدخول إليه. واجهة، هذا هو حساب الذي قمت بتفعيل حسابي به والأرقام التي حصلت عليها. يمكنني الآن الحصول على رقم ثالث، تحتاج تسجيل عبر حسابك في جوجل كذلك، فتصل إلى هذه الواجهة وهنا لا يوجد هذه الأرقام، بالضغط على Add. في هذه الواجهة هنا تقوم بإدخال رقم، يمكنك امتلاك 3 أرقام في هذا التطبيق. هنا تختار اسم عشوائي، تلون ذلك رقم ما أردت، ثم تدخل الكابتشا ثم سيف. هنا تجد هذا الخيار، يمكنك ألا تختاره، ثم سيف ديز نمبر، تحصل على الرقم. الآن تأخذ هذا الرقم، هو زائد 48، أين نحتاجه؟ نقوم الآن بتفعيل في بي ان. هذا هو أفضل في بي ان نستخدمه، بروسيت بروسيك ولا بروسيس فنترلاند، ثم تفعيل من الأسفل هكذا. الآن ظهر المفتاح في الأعلى يعمل في بي ان. نعود إلى الموقع، هذا هو الموقع. الآن نقوم بالتسجيل، كما قلت تسجيل عن طريق رقم أو حسابك في جوجل. سأجرب هذه المرة حسابي في مايكروسوفت لأني مسجل بجوجل من قبل. قم باختيار الحساب، ننتظر. هنا تقوم بإدخال اسمك ثم continue. هنا رقم، كما قلت رقم لدينا بولندي، فإذا نذهب إلى بي بولند بولسك، يبدأ بزائد 48. نعود إلى تلك الأرقام فتقوم بحفظها وكتابتها، 4 5 9، 4 5 9، نعود 0 69، صفر 69، ورقم الآخر 354، 354 سنت. فإذا لا يوجد مشكل، الآن تم إرسال الرقم وسيصل هنا. ففي الأول جربت هذا الرقم لم ينجح، ولكن الثاني وصلني مسج ويصل بهذا الشكل كما شاهد باللغة البولندية، وهذا الكود قمت بتفعيل به ذلك الحساب ودخلت إلى حسابي بشكل عادي. سنجرب مثلا رقم آخر لنؤكد بشكل جيد، نجرب رقم جديد ونشوف. الآن لا يعمل بشكل جيد لأني قمت بتفعيل في بي ان، إذن يجب علي أن أوقف الفي بي ان ثم أعود إلى التطبيق ليعمل بشكل جيد. هذا هو، سأقوم بإضافة رقم جديد.
تم تفعيل الرقم ووصلتني رسالة هنا، عندي رسالة تفعيل للرقم الأول وصلت متأخرة، ولكنها وصلت كما شاهدنا، هي SMS مسج كما نشاهد. سنقوم بأخذه، شوف إذا يمكن أن نقوم بعمل كوبي. لا، 174.007. مئة وأربعة وسبعين صفر صفر سبعة. أتمنى أن يدخل. سأفعل VPN، قمت بتعطيل VPN. اليوم سنجرب، ربما ستنجح الطريقة. أوبس، Your country. إذن سأعيد تفعيل VPN مرة أخرى. Go back. Next. 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 إذن تم الدخول بنجاح الآن كما نشاهد، ويمكنني استخدامه مباشرة الآن، يعمل بشكل جيد. سأقوم مثلا بتجربة أي سؤال، أريد قصة لأرنب بري في جبل في فصل الشتاء البارد. يمكنك كتابة ما تريد سيجيبك. ننتظر كما شاهد، الآن يقوم بالإجابة. حسنا، سأقدم لك قصة الأرنب بري في جبل فصل الشتاء. لقد كان فصل الشتاء البارد في جبل في نهاية شهر نوفمبر، وكانت الأيام قصيرة. يعني يقوم بكتابة تلك الرواية إلى آخرها. فيمكنك استخدام هذا الذكاء الاصطناعي لكتابة روايات وغير ذلك. فكما نشاهد كأنه شخص يقوم بالكتابة، صراحة شيء أكثر من رائع. فأتمنى أن يكون الشرح بسيط وواضح. إذا وجدت صعوبة اكتب تعليق سأجيبك عليه. شكرا للمتابعة، سلام.